ممكن احدد المريض، هل المريض ممكن يستدعي ان هو يحتاج جراحه للتخسيس او التجميل ولا لا؟ قدم لك شفط الدهون، عمليات تصغير وتكبير الثديين، تجميل الانف، تجميل الاذن، تجميل الشفايف، تجميل الجفون، علاج السمنه والنحافه والتغذيه العلاجيه. احنا بنقدم طريقه مبتكره في علاج السمنه، مش مجرد برنامج بنديه للمريض. انت الاجمل، انت الارشق، انت كما تريد. الرشاقة والجمال يأتيكم الاثنين الثانية ظهرا والأربعاء في الثامنة مساء برعاية